السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. نعم. أنا شغال في شركة، وجينا شركة خارجية تانية تركب تركيبات وبياخدوا مننا بعض الحاجات، فالمهندس اللي معايا بيقول لي اديها، فهل كده يبقى اسم عليا بس ما لهمش حق ياخدوها؟ يعني مثلا زي سلك الحام، زي حبرات قطعية، زي يعني أشياء يسيرة تؤثر في العمل ولا لا تؤثر في العمل، أو أشياء كبيرة؟ هو ليس له حق ان هو ياخذ منها، هو بيجي بمعداته بحاله. لا يعني احيانا انا ليس لي حق في شيء لكن بطلبه منك شيء بس يسير. هل كان المهندس بيقول لي دي، هل انا كده عليا وزر؟ اذا كانت اشياء يسيره ليس عليها وزر، اما اذا كنت تشعر ان المهندس متواطئ في السرقه لا. فهو لا، هو مش موضوع سرقه. لا يا شيخ، لا، الاشياء اليسيره يا اخي جرى العرف على التعاون فيها وداخله في بس هو بيتحاسب يا شيخنا على يمنعون الماعون. الشيء اليسير معفو عنه. السلام عليكم.